بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نوح. ربنا فرج كروبنا وانصرنا على أعدائنا بالتمام والكمال يا ربنا يا رحم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. تنزيل هذا القرآن من رب العالمين، يعني هو اللي أراد تنزيله وتم ذلك، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وتحبوا تكرروا القرآن وسل، والقرآن مهتم به الإنس والجان عبر الأزمان. وإذا كان ماشي باكم أنتم، برك عندكم ما تقولوا في القرآن، فمن من هو ضدكم ويكذبكم بالتمام. نحن أهل القرآن أولى بتعليم القرآن، وأولى بالحياة على منهاج القرآن، وأولى بتبيين أن القرآن لا يمكن أن يصدر من عندي غير الرحمن أبدا. C'est une œuvre, c'est un langage divin, c'est une parole divine, ni plus ni moins. والسلام على من رضي بالرحمن سيدا مرشدا رحمن رحيم، والسلام علينا بالتمام والكمال.